السلام عليكم جينا نتكلموا على المقابله كما يقول لك المقابله تاع النهائي أه كاميرون مصر أه غادي ان شاء الله نشوفوا مقابله في المستوى مقابله اللي غادي كاميرون غادي كما يقول لك أه مقابله نقولوا نهائي تاع للثأر خاطر مصر راهي حشاتها حشاتها لا دينيير مينيت الكاميرون في 2008 اديتها لها بغلطه ميسونغ نشوفوا دروك الكاميرون كيفاش ردت ردت الفعل تاعها ثاني نهائي وكيما يقول ثالث نهائي ما بين مصر والكاميرون في الثمانينات وفي في البدايات في 2008 وسنة 2017 ها هي يعني غادي نشوفوا مقابله في المستوى ان شاء الله بربي واللي ميير احنا ما نقولوش كل غادي تربح هذا نهائي المليحه تربح وحنايا ماذا بينا نشوفوا كره كره قدم جميله ونستمتعوا بالفوتبال نشوفو اللعاب المحترف تاع الكاميرون اش تيقدم مستويات كبيره و وان شاء الله بربي نشوفوا مقابله كما يقولك مقابله مليحه ونستمتعوا بالكره القدم ان شاء الله بربي وتصبحوا بخير وتحيه الجزائر صح خويا